انت عايز تقول ان الزمالك محتاج مدير فني صح؟ يعني الفترة اللي فاتت يعني مش دلوقتي يعني، يعني المدير الفني كان هو المسؤول عن الكلام ده؟ بص يعني عشان بس ما بقاش قاسي على كابتن ايهاب جلال، ايهاب جلال ما جاتلوش فترة كبيرة يقعد يحفظ ويعلم، يعني ما جاتلوش امال فترة. ايه، اقعد له 5 سنين مثلا فترة لا ولا ايه؟ عشان ابقى بص فاهم. يا استاذ احمد، انت عشان تعلم مش معنى ان انت كل 3 ايام عندك ماتش فانت تقول ما انت هتعلم امتى، ما هو انت من ماتش لماتش طب من لو ماتش هو عارف لماتش كده قال لي انا هاخد من ماتش 51 لصفر. بونت الدور الثاني. يعني هو بقى كان في ساعات بيبقى في تصريحات كده ايه نفسية، او تصريحات للطموح، او تصريحات للثقة بالنفس. بس معلش اقول لك على حاجه يا كابتن بعد اذنك، يعني اتذكر زمان قبل ما الواحد يدخل في الموضوع الاعلام ده ولا اي حاجه، كان ايام ما كان كابتن ميدو بيلعب وكان شيكابالا وكابتن حسام حسن جه مسك الفرقه، تقريبا نادي الزمالك كان في المركز ال 12 او ال 13 صحيح ومسك في الدور الثاني، شفت الزمالك لدرجه وصل على صح المنافسه. صح طب ما قلناش ليه ان حسام حسن قعد صح اربع قعد فتره عشان يعمل زي كابتن ايهاب جلال ويعمل كده؟ يعني صحيح. او لو بص قارنت حسام كمان يعني يمكن اللي هيفرق حسام عن ايهاب جلال، ايهاب جلال عنده فكر، لكن في نفس الوقت الفكر ده قد لا، وحسام حسن عنده فكرة. لا ما انا هقول لك، ما انا عارف اللي انا بقول لك ايه، ايهاب جلال ده عنده فكر، بس ايهاب جلال شخصيته ممكن ما تخليش اللاعب يطلع اللي جواه بسهوله. يعني حسام حسن عنده فكر وعنده روح مش طبيعيه. حسام حسن ممكن يكسر، يعني هو قاعد بره ممكن اللعيبه بتبقى مركزه، يعني فاهم قصدي، هتركز غصب عنها. ايهاب جلال شخصيه هادئه جدا، يعني ممكن لعيب بيضيع جون تلاقيه بيعمل كده مثلا. لا حسام ماشي، حسام ممكن ممكن يطلع يروح يضربه جوه الملعب، يروح عامل لك كده في هلو، فاهم؟ ده الروح دي ليه بقى؟ حسام بس بيلعب في النادي الاهلي من هو صغير، كان راح لعب في دوري ابطال اوروبا مع نيوشاتل اعتقد ومع باوك، وجاب 4 تجوان في دوري ابطال اوروبا في مباراه سوبر هاتريك. الازمه كده في شخصيه ايهاب جلال، ورجع ايه؟ الازمه بقت في شخصيه ايهاب جلال. طبعا شخصيه هادئه جدا، في 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 شخصيه ما تنفعش غير مع فرق عاديه، يعني فرق نادي صاحب نادي مثلا اسيوطي، حاج الاسيوطي مثلا، وادي دجله، يعني ام بي انديه مقصه، مقصه اللي هو محمد عبد السلام اساسا هادي زي ايهاب، يعني الاثنين هاديين جدا. وانت قلت كلمه بقى عجبتني جدا، قلت ممكن فريق يتغلب 3-4 عادي، الماتش اللي بعديه يفوز، انتهت القصه. في الزمالك ما ينفعش الكلام لا ده طبعا خالص لا طبعا. بصراحه كانت يعني ايوه انت عارف المقوله دي حلوه جدا. ايهاب جلال مثلا مره في في, في مع ال مره مع ال قال لك عامل نتائج كويسه مع مقصه، مره اتغلب 6-0. ايوه لو في الزمالك هيفضلوا فاكرينها الى ما لا نهايه. انت هقول لك حاجه، قبل ما يمسك الزمالك ايهاب جلال كان مع امبي لاعب الاهلي اتغلب 4 4 احنا مش عايزين نقول على الزمالك اتغلب 3. برضه مش عايز اقول ان هو فشل مع الزمالك ان هو مدرب وحش يعني. لا هو بص لا هينجح، ايهاب جلال هينجح مع فرقه في وسط في جدول الدوري، وممكن يلعب يروح الخليج يمسك فرقه عاديه قليله يصنع يعني بص في مدرب كده، ممكن مدرب يقدر مثلا فرقه مثلا في مركز الثامن، فمدرب يعمل نتائج كويسه ويبقى الخامس. هو كده فرقه مثلا فرقه يعني مثلا هو لسه قدامه عشان يمسك الزمالك كابتن، لسه قدامه يعني شويه يعني. لا 5 سنين بص تاني بص كده عشان تاخد خبرات. لا هو خلاص مسك الزمالك بس هو ولا ما نجحش لا عشان ينجح في الزمالك. ما اعتقدش انه خلاص، ما اعتقدش هيبقى جلال هيضرب الزمالك تاني، هي كانت تجربه لن تتكرر. مش قصدي الزمالك او بحجم نادي الزمالك يعني، مش هيمسك فرقه بحجم نادي الزمالك تاني. يعني ايهاب جلال في مصر هم نادي ممكن يكون الحجم الكبير انه يمسك فرقه زي الاسماعيلي. يعني هو ده اعتقد المصري، لان هو لعب في المصري ولعب في الاسماعيلي، دي الفرق الكبيرة اللي ممكن إيهاب جلال مستقبلا يمسكها. لكن طبعا إيهاب جلال يعني كان هناك حرب كبيرة جدا على تولي تدريب الزمالك من ولاد نادي الزمالك. يعني هو كان مرشح المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، هل كان ينفع كان تتوقع أن كان بص المنتخب مختلف تماما عن الأندية، مختلف منتخب بتتجمع لعيبة من كل الأندية مصر، مش مطلوب قوي مع النادي ان انت تكون الروح والقلب والحاجات دي، انت كده كده بتلعب باسم منتخب مصر، مجموعه من افضل اللعيبه اللي موجوده، لازم تكون عينك حلوه وتختار اللعيبه الكويسه. عشان كده في فرق كبير قوي بين مدرب المنتخب ومدرب نادي. مدرب نادي ممكن مدرب تلاقيه ناجح جدا مع الانديه وفاشل مع المنتخبات، مدرب تلاقيه ناجح جدا مع المنتخبات وفاشل مع الانديه. انت شايف الزمالك محتاج ايه الفتره الجايه؟ نادي الزمالك محتاج هدوء، محتاج استقرار، محتاج
لعيبه، محتاج لعيبه اجانب، محتاج مدير فني اجنبي على اعلى مستوى.